في إطار التعاون المشترك بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين، ساهمت دولة الكويت في تسهيل عملية إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى وتيسير وصولهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد الأحداث التي تشهدها أفغانستان في الفترة الراهنة. عملية تسهيل الإجلاء تتم بتعاون مشترك وفرت دولة الكويت دعما لوجستيا لضمان عبور آمن من أفغانستان إلى أمريكا، حيث شكلت الكويت محطة عبور من مطار الكويت الدولي وعلى متن الخطوط الجوية الكويتية بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية والجهات المعنية في الإدارة العامة للطيران المدني. وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود التي تقدمها دولة الكويت لتأمين العبور الآمن وتسهيل إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.